الأهلي يقدم عرضا جيدا ويفوز على الاتحاد بثنائية مقابل هدف واحد. الأهداف لبدر بنون من ضربة جزاء، ومحمد مجدي أفشة من رأسية رائعة، وأحرز الصباحي هدف الاتحاد الوحيد في الوقت بدل الضائع. كابتن شريف ألف مبروك، فوز مستحق وأداء جيد من النادي الأهلي. ألف مبروك يا كابتن أيمن، وفوز مستحق وفوز مهم في وقت مهم جدا قبل مباراة الزمالك. الحقيقة لازم تستعيد ثقة بثلاث نقاط مهمين جدا، يعني اللي احنا نقدر نتكلم عليه كنا بنتكلم فيه كلنا واحنا بنتفرج على المباراة، انك انت عندك الضغط، عندك الاستلام، عندك التحركات اللي احنا كنا بندور عليها في الشوط الاولاني. هو ده اللي عمل لك التميز كله، هو ده اللي عمل لك التمريرة الجيدة من مروان وبينالتي، وبعدين بتلعب جول من احلى الجوان، بترجعني لذكريات اللعب بتاعك اللي هو من على الاطراف والعرضيات والدخول اثنين ثلاثة لعيبة جوه ال 18 عشان يجيبوا جول، تبقى من نصيب قفشة اللي عنده النحرارة، عنده الكارج، عنده الشجاعة، عنده الشخصية. النهارده اللعيبة كلها النهارده بتضغط، اللعيبة كلها حاسة بالموقف اللي حصل في الكام مباراة اللي فاتت. هو ده النادي الأهلي الحقيقة اللي أنا اتفرجت عليه الشوط الثاني، كان يقدر يجيب جول واثنين وثلاثة ويعزز خمس أهداف الحقيقة، مش هدفين بس، رغم الهدف اللي دخل فيك في الدقيقة 92 فهو هدف بيترجم برضه الحقيقة ان لعيبه نادي المصري نادي الاتحاد عندها كارج برضو، عندها وجود، وبتلعب جيم مفتوح، وعندها من اللعيبه اللي تقدر تروح بيها على الناحيه الثانيه وتقدر تجيب اهداف. ف بالنسبه للنادي الاهلي انا لن اتنازل غير عن روح دي الحقيقه بعد كده، واللعيبه هي المسؤوله عن كل ده. يمكن التدوير اللي بيعمله المدير الفني هو يعني اعلم بيهم من اللعيبه اللي هي مرهقه. اللعيب النهارده انا بشوف صلاح محسن ديك بيجي لك فرص يا صلاح النهارده، تقدر تترجم منها وجود، تقدر تجيب منها الاهداف. لما نادي محمد شريف فرق كتير قوي، فالحاجات دي كلها لازم تروح للجهاز الفني. المباراه الجايه مهمه برده جدا طبعا. اهم من اي مباراه ثانيه. فاللعيبه عندها، اللعيبه انا بتتحرك لبعض، اول ما انا بستلم الكوره والاقي تحركين اثنين ثلاثه بختار الاميز، بختار الاخطر وبلعبها. التحركات الناحيه اليمين لدرجه النهارده محمد هاني خلاص، يعني ديانج ومحمد هاني وسوليه النهارده الحقيقه مجهود فوق العاده. وحط ديانج على جنب، ديانج ده طبعا حط ديانج على جنب وبقيه الفرقه. الجول الاولاني 46 متر بيجري فيه ديانج في الملعب، ده انا عايز اجيب معدل الجري بتاعه. ده لو جيت هتلاقيه جاري النهارده 12 13 كيلو لوحده كده في المباراه. قمه التوفيق الحمد لله في الشوط الثاني النهارده، رجوع الثقه الحمد لله النهارده، اهداف وتقدر تجيب جون واثنين وثلاثه. ضيعت هارد لك لبنون في الجون الثاني اللي هو يعني كان بخطوه او اقل من خطوه كان ممكن يبقى ثلاث اهداف واربع اهداف وخمس اهداف. فاحنا بنشكر اللاعبين النهارده على الشوط الثاني ده، انما هو ده اللي المفروض يبقى هم فيه في كل المباريات. لازم يحسسك دايما انك انت جوه 18 الخصم، انت اللي بتضغط. اللي عجبني النهارده الضغط على الخصم، ما فيش حد اتكل على حد، حتى التعبان بقى بيدوس على نفسه الحقيقه النهارده. وشفنا حاجه كمان النهارده يعني ما نقدرش ننكرها، العداله التحكيميه من الكابتن محمود البنا. محمود البنا ده حكم الحقيقه عالمي، انا كنت اتمنى ان هو يحكم المباراه الجايه كمان. تاني؟ هو تاني، بس هو جابه لك بقى النهارده. بس ده اللي احنا طالبينه. يعني احنا عايزين الشكل ده في المباراه الجايه. بالظبط. يعني هو واحد زي محمود البنا كده بيخليك اعصابك هاديه، ما فيش اي حد ما بياخدش حقه. حتى صحيح. ضربة الجزاء ما يعني ما احتاجش ان هو يروح يبص في الفار ولا يعمل اي حاجه. فاحنا حاليا وما زلنا بنتكلم ان انت كان مهم جدا انك انت تكسب الثلاث نقاط دول. مظبوط. يعني فرقوا معاك كتير قوي، مهما حصل في اي حته ثانيه، تميز في اي حته ثالثه، فرقتك الفرقه اللي بتنافسك كسبت ما كسبتش، انما طول ما انت بتكسب، طول ما انت بتهز اي حد بيلعب جنبك، انت اللي بتبقى متفوق، انت اللي عندك الامكانيه انك انت تبقى الاول على طول. صحيح. هو ده النادي الاهلي. صحيح. فان شاء الله يبقى المباراه الجايه باذن الله بنفس الشكل، بنفس الاحساس اللي انا شفته من اللاعبين، ان انا بتفرج وانا مش قلقان. ايوه. بتفرج عارف ان شاء الله هيبقى في جول، هيبقى في مكسب باذن الله، لان دي روح اللعيبه اللي كانت موجوده النهارده. بس سؤال بقى يعني بص معانا لقطه كمان على الشاشه كابتن شريف، عد اللعيبه بقى يعني. بص لعيبه النادي الاهلي وضاغطين من قدام على الاتحاد، وعمار معاه كرة فيها ثلاثي، وفي واحد كمان قريب من كرة راجع، يعني حتى انتشار. الضغط معمول بالظبط، انتشار بالظبط، في انتشار جيد جدا. عايز اقول لك الحاجه، مش كل حاجه المدير الفني هو اللي بيقولها، لا. احساس اللاعب نفسه ان في لعيب اتضرب في المنطقه دي، بجري انا اغطي. هو ده، هي دي الروح اللي احنا بنتكلم عليها
كنا كلنا بنتكلم علاء وبلال واسامه. النهارده دي اللي فرقت. وانت في مواقف في الملعب محتاجه تفكر شويه، محتاجه فكرك، محتاجه وجوه، محتاجه فرديتك، محتاجه فنيتك، محتاج التيشيرت بتاعك انت لاعب، محتاج ترجع. خدت بالك؟ مش هي مش انا في اي وقت فاكر لما كنا نقول ايه، مش كل مره هتسلم الجره، لا مش عشان عشان النادي الاهلي ففي اي وقت اكسب. احساسك بالمكسب في اي وقت ده انت اللي بتصنعه. صحيح. انت اللي بتدي الثقه لما بتروح في منطقه جزاء الخصم. صحيح. لما بتضيع كوره واثنين وثلاثه اذا انت تقدر تروح. صحيح. فهي دي اللي بتدي الفرقه كلها الزحف، بتقدر تطلع يقدر يرقص في اي وقت، يقدر يباصي، يقدر يعمل عرضيه، عنده ثقه في الفرد اللي قدامه، عارف امكانيات الفرد اللي قدامه. فهو ده اللي كان مطلوب النهارده الحقيقه، والحمد لله ان احنا توفقنا بعد مباريات فيها ضغط كبير قوي.